آبل قد لا تقوم ببيع المعالجات الخاصة بها للشركات الأخرى. تقوم شركة آبل بإنشاء المعالجات الخاصة بها لاستخدامها في حواسبها الخاصة، وهذا ما نعرفه جيداً. ومع ذلك، فهذا الأمر يثير سؤالاً مثيراً للاهتمام، لأنه إذا كانت معالجات آبل قادرة على التفوق على معالجات إنتل من حيث الأداء، فهل ستفكر آبل في بيع التكنولوجيا الخاصة بها للشركات الأخرى التي قد ترغب في شيء مشابه؟ اتضح أن الأمر لن يكون كذلك على الأرجح، ولكن يبدو أن شركة آبل لا تعارض الفكرة تماماً. خلال تقريرها المالي للربع الثالث من سنتها المالية 2020، سئل الرئيس التنفيذي للشركة السيد تيم كوك عما إذا كانت الشركة تفكر في بيع معالجاتها الخاصة للشركات الأخرى، ورد تيم كوك بالقول: لا أريد أن أبدي تعليقاً أبدياً، ولكننا شركة منتجات ونحب عمل كل شيء. من ناحية أخرى، كشف تيم كوك عن السبب وراء ابتعاد الشركة عن إنتل، حيث صرح بالقول: إذا تمكنا من امتلاك تجربة المستخدم بهذه الطريقة، فإن هدفنا سيكون إسعاد المستخدم، وهذا هو السبب في أننا نقوم بإنشاء المعالجات الخاصة بنا، لأنه يمكننا تصور بعض المنتجات التي لم نتمكن من بلوغها بطريقة أخرى. وهكذا ننظر إلى الأمر. حتى الآن، بغض النظر عن تطبيقات وخدمات معينة، فقد احتفظت شركة آبل في الغالب بتقنياتها لنفسها. هذا ما يجعل منتجات الشركة فريدة. ومع ذلك، تقول الشائعات أن سامسونج تتطلع إلى القيام بشيء مماثل من خلال إنشاء معالجات إكسينوس جديدة من أجل الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز.